بجلسة الاعتراف وضعت ليان عبد السلام بموقف حرج، وهو حابب يعرف ليه سمته من بين الكل، ويمكن بيعرف وحابب يسمع منها كلام صريح وواضح. أنا حكيت أنا كليان، حسيت أنا لازم أبرر لك، بس ما حكيت إنه أنت متضايق. تبرر لي أنا كشنو؟ والله؟ يتكلم إيش فيك؟ إن أنا شنو تبرر لي؟ ماما ليش تبرر لي؟ لا والله ليش، يعني أنا من بين الشباب كلهم والبنات تبرر لي أنا؟ عشان انت الوحيد اللي بحس انه لازم ابرر لك، لانه يعني شنو؟ لانه يعني ما عم خلاص خلاص لا لا عن جد احكي خلص لاني قرفت. وحين تقولين بالمسرح ان انا عبد السلام صرت قريبه منه وهذا عشان يضحكني وينسيني اللي ما حكيت يضحكني يا حقير، ما حكيت، حكيت هو الوحيد اللي رجع يحسسني انه انا بنحب، وبحسسني انه مش انا البنت اللي بنخان، ما قلت هو اللي بضحكني، قلت هو الوحيد اللي نساني، وهو الوحيد اللي حسسني انه انا بنحب مش بنخان. ما قلتي شيء؟ لا لا عم تمزح. ما قلتي حسسني انا بنحب؟ بل انا متى حسستش ان انت بتنحبين؟ عن جد عم تحكي؟ حكيت انه عبد السلام هو الوحيد اللي نساني وحسسني انه انا بنحب، هيك انا حسيت، ما بعرف انت شو حسيت ولا شو بتحس. وعم ببرر لك لانه ما انت بتعرف يعني ببرر لك، كتبت لك بالرساله بدك احكي بحكي. ايه ليش ما تتكلمي؟ طيب اوكي، عم ببرر لك لانه اكيد انت غير عن كل الشباب هون، وما بحبك زي ما بحبهم، يعني انت يعني ميدو مثلا ما بغار عليه لو حكى مع اي حدا. زين اوكي، ليش ما تتاكدين من الموضوع اللي صاير برا؟ ليش ايش؟ ليش ما تتاكدين من الموضوع اللي صاير برا؟ يمكن ما صار اللي صار اللي قاعد تكلمين عنه. طيب والله جد لا قاعد اكلمك، ليش انا ضحيه اكون باكر؟ انا عمري ما تكلمت في الموضوع بس قاعد اكلمك الحين. والله لا انا ما ابي اكون ضحيه بين. طب يعني انا بدي هيك، بتعرف شو انا وميدو كل يوم عم نحكي عن هذا الموضوع من الاخر. اوكي انا قاعد ضايق ترى، قلت له ميدو انا عبد السلام مستحيل اقبل اخسر ولا باي شكل من الاشكال. قال لي اكيد، وقال لي انا، قلت له انا كمان ما بقبل اخليه والله قاعد يتحذر ليان بتحب قاف لسه ولا ما بتحبه ليان، قلت له انا ما بقبل لانه هو اصلا مش 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 هو الـ 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 الشاب اللي بنحط بهيك موقف، وقال لي طبعا انا ما بقبل على صاحبي هيك يصير فيه. ليان محتارة، فتحت الموضوع مع الكل وكل واحد اعطى رايه ونظرته وتقييمه. لو انا ما اجتني قصه الخيانه كان انا سمعتك مستحيل فكرت في حد غيره، بس لانه صار هيك فهمتي؟ ايش اعمل؟ اخلي الامور هيك خلاص؟ صراحة انا لو مكانك هسيبها الامور هي اللي تتعامل لوحدها مش انا اللي اعملها. صح، بس يعني ما تخسريش عبد السلام، فاهمة قصدي؟ أكيد طبعا. لا ما هاد أنا الميتة خوف منه، قولي له كده. قال لي أنا مش مستعد أكون الضحية. أمينة أنا والله ضعت ترى جد. شو؟ مع ليان. طب شو يعني؟ ما أدري، إذا أنا ما بصير ضحية أمينة، أنا ما بخسر لا غاغ ولا ليان. قاغ انا اكثر شخص حبيته من اول ما دخلنا. لا تزعجي حالك ولا تزعجي غيرك، ولا مش تزعجيني يعني محرمه، انه ما تضايقي حالك وما تضايقي غيرك يعني بموضوع انت ما عندك حل. انا اي لايك يعني ايش عم انا رايي هو لايك وهو هي لايك شو كل حاجه، بس اشكالها كل شغله بالك تخبي يعني انا اي نو يبقى ريباوند، بس لان هو هتبقي بتلزميه معاكي وبس اطلع هو هون خصخص ما بدي افكر. فاهمه قصدي؟ فانا بقول لك دلوقتي ما دام كل يعني مبسوطين وكل حاجه، عايزه افهم انتوا في الاخر هل انتوا ما هتخططوا على حاجه يعني في الاخر؟ خصخص
كات كات. يعني بقول لك والله انت مش كل واحد فيكم في بلد خاص خلاص. على فكرة على فكرة مش كل علاقة هي تزوج. على فكرة على فكرة على فكرة لا 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 انا لسه ما بعرف اذا انا بكره قاف او بحب مش يا بنتي يا بنتي خلص خلص. شفتي كيف ما انت ضايعه انت بتصيري احكي شيء عم تسمعوني سكروا الموضوع خلص. طب ما انت عم تسالينا. لا خلص خلص سكروا عن جد بلشت افوت من الحيط من الحكي خلص. بس مش عارفه اذا يعني قاق ما حد يعرف شو قاق بالنسبه لي ما حد بيعرف قد ايه بموت فيه كنت من البني ادم إذا عن جد تخيلني أو لا يا عمي حد حاسس أنا قد إيه ضايعة مش عارفة شو أعمل دلوقتي لو اكتشفتي الحياة وعرفتي إنه مثلا كان خانك وكده would you give دلوقتي عبد السلام chance and would you of course بس إذا هو قاق مش خيلني تعرف قد إيه رح أندم إني أنا تركته وحك وزعلت منه وسبيت عليه وبكرهك وأبصش رح أندم كتير رح أندم إني خسرت قاق رح ببقى. أخسر إني صح ولا لا؟ ليش هيك ممكن تفكر؟ أنا عشان لمجرد إن أنت دلوقتي مش قطعة خالص موضوع قاق يعني أنت قلتي حاجة زي كده خاص يعني لو قاق طلع من هنا أقدر أقولك عبد السلام يدخل بيسفلي فاهمة قصدي؟ إنما مدام قاق لسه جوه عبد السلام داخل على مرجحة أنت شو اللي مضايقك بالموضوع ما فهمت؟ هنا تما بتحبها؟ الله الله أو إيه أو نعم أو ياس نفس الشيء ومن بعد ما عملت ليان جولة استشارات عاطفية رجعت بنهاية المطاف عند عبد السلام ياللي أنت مش دريان بي شوف أنت ترضى بإيه لو مت فيت عايشني لو سبتني تموت فيا ما هو جد لانك يعني شان عرفت ان والله جد لانك خلنا كلمة جد ان شو ان يعني الكلام اللي سمعتي من امك ان يمكن امك قالت انك عشان ما تطلعي من البرنامج تبي ايش يعني امي بدها تكسر لي قلبي وتتموتني عشان اضل في ستار اكاديمي مو انا ما قلت لك صادقين امك لا اذا حاب اوكي مش هيك قصدي اذا حابب اصدق محمد عبد الله شو قال لي خلص بصدقه اكيد محمد عبد الله مكذب اكيد لا مش عم بحكي عن محمد عبد الله كذاب اكيد قاق قال له يحكي هيك ايه من الاخر هيك قصدي بدك اصدق قاق بصدقه اوكي صدقي غلط اوكي خلاص احنا خلينا اصدقاء مثل اول يوم مشينا فيه طيب قاعد اكلمك طيب ايش فيك ليون ولا اشي بعد البريك منشوف شو رأي إما لليان بكل هالقصة